أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها تحذيرات الحكومة من خطر وشيك من خزان الصفر العام في رأس عيسى. حذر وزير الإعلام معمر الإرياني من مخاطر غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر، ودعا لتدارك كارثة بشرية واقتصادية وبيئية قد تفوق انفجار مرفأ بيروت بمئات المرات. وقال في خبر نشرته وكالة سبا أن حادث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت وما خلفه من خسائر بشرية فادحة وأضرار كارثية على البيئة والاقتصاد اللبناني، تذكرنا بالقنبلة الموقوتة ناقلة النفط صافرة الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر والتي تتخذها ميليشيا الحوثي ورقة للضغط والابتزاز. وأشار الوزير إلى أن ميليشيا الحوثي تراوغ وتمنع صيانة أو تفريغ خزان صافر النفط دون اكتراث بالمخاطر المترتبة عن تسرب أو انفجار الناقلة على أرواح المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد والأضرار البيئية على اليمن والإقليم. إذا ذلك يتساءل بعض عن موقف المجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي ناقش هذا الخطر في جلستين، وكيف يمكن وصف موقفه إزاء هذه الكارثة وخطورتها. نناقش ذلك مع ضيوفنا بعد التقرير. على وقع الوجع في لبنان تتعالى الأصوات في اليمن خوفا من كارثة وشيكة في حال انفجرت خزانات ميناء صافر العائم في رأس عيسى شمال الحديدة، كارثة محتملة أو كما تصفها تقارير دولية قنبلة عائمة يبلغ وزنها 410 آلاف طن بسعة لا تقل عن 3 ملايين برميل تتوزع على 34 صهريجا، يتواجد في بطنها ما لا يقل عن 1.5 مليون لتر من النفط. بحسب تقرير سابق نشرته أسوشيتد بريس، فإن حجرة محرك الناقلة لم تخضع للصيانة منذ 5 سنوات، وقد تسربت إليها مياه البحر، وذلك سبب كاف لإتلاف خطوط الأنابيب ويسرع من خطر الغرق. وفقاً لخبراء، فإن الصدى الذي غطى أجزاء واسعة من خزانات الناقلة ساهم في تسرب الغاز الخامل الذي يمنع الخزانات من تجميع الغازات القابلة للاشتعال، الأمر الذي قد تتحول معه صافر إلى أكبر قنبلة عائمة فعلياً. الحكومة الشرعية تقف عاجزة كلياً في التعامل مع الوضع، وكل ما تستطيع فعله هو تصريحات وتغريدات. أما المجتمع الدولي فلم يفعل أكثر من إصدار بيانات وتحذيرات. مجلس الأمن الدولي دعا في جلسة عقدها منتصف يوليو الماضي ميليشيا الحوثي لعدم التأخر في اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن ناقلة صافر العائمة. قبل ذلك كان قد أطلق نفس التحذيرات في قراره 25/11، وبينما كان مقرراً وصول فريق فني أممي للوقوف على الأضرار التي لحقت بالناقلة، لكن الميليشيا الانقلابية وللمرة الثانية رفضت أو عرقلت ذلك. رغم أن المجتمع الدولي في جلسة أممية ناقش حقيقة استخدام الحوثيين لأزمة صافر للابتزاز السياسي، إلا أنه يبدو كالعاجز أمام مجرد ميليشيا. وبين الموقف المتباطئ للمجتمع الدولي والتعنت الحوثي، تزداد المخاوف من كارثة مدمرة للبشرية والبيئة على امتداد الساحل الغربي لليمن إلى بحر المندب. إذن نبدأ النقاش مع ضيفنا من القاهرة مدير فرع شركة النفط في محافظة الحديدة الأستاذ أنور العامري. أهلا بك أستاذ أنور. أهلا وسهلا بك أخي. أستاذ أنور، بداية بحسب المعلومات المتوفرة لديكم، ما الوضع الذي عليه اليوم ناقلة النفط صافر، وإلى أي مدى تأثرت بعدم الصيانة منذ 5 سنوات تقريبا؟ طبعا أخي العزيز، كما ذكرت في التقرير الله الذي ذكر في التقرير تحدث عن دخول أو تسرب مياه البحر. طيب، يبدو أنه فقدنا الاتصال، في هناك إشكالية في التواصل مع ضيفنا من القاهرة. أرحب بضيفي من إسطنبول الباحث المهتم بالشأن اليمني محمود علوش. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا بك أستاذ محمود. في ضوء ما حدث في بيروت، كيف تنظر للموقف الدولي من خزان صافر العائم في البحر الأحمر على الساحل الغربي اليمن؟ بداية تحية لك وتحية أيضا لمشاهديك المحترمين.
قضية النقل الصافر في الحقيقة هي قضية خطيرة، وربما تنفجر في أي لحظة هذه القضية وتشكل كارثة إنسانية وكارثة بيئية لا تقل خطورة عن الكارثة التي شهدتها بيروت قبل يومين. المجتمع الدولي مع الأسف يبدو عاجز عن معالجة هذه القضية، كما عجزه عن في معالجة المأساة اليمنية. هناك مشكلة جوهرية في قضية الناقل الصافر، والمشكلة واضحة هي الابتزاز السياسي الذي تقوم به جماعة الحوثي أملا منها في أن تحقق مكاسب سياسية فيما يتعلق بالصراع. الآن هناك حاجة ملحة لدخول فرق الصيانة الأممية إلى الميناء وإصلاح الناقلة، وإلا سنكون أمام كارثة، وهذه الكارثة لن تكون فقط كارثة بيئية فيما يتعلق بالبحر الأحمر، ستكون هناك كارثة على مستوى الميناء نفسه، لأن ميناء الحديدة سيصبح يعني خارج عن العمل لسنوات طويلة. وأيضا هذه الكارثة سيكون المحتمل طبعا ونتمنى ألا تحصل، سيكون لها تداعيات كبيرة على مصدر رزق آلاف اليمنيين الذين يعيشون من وراء صيد الأسماك وما إلى هنالك. وبالتالي هذا الموقف اليوم يستدعي تحرك دولي جاد وفرض الفرض على الحوثيين أن يدخل الفنيون إلى البناء وإصلاح الناقلة، وإلا سنكون أمام كارثة حقيقية في حقيقة الأمر. طيب برأيك ما الذي يجعل المجتمع الدولي اليوم عاجز عن إخضاع ميليشيا الحوثي رغم أن اليمن موضوع تحت البند السابع في موضوع صار؟ يعني هناك مشكلة في الواقع، هناك مشكلة في تعاطي الدولي مع المسألة اليمنية. قضية الناقلة صافر هي جزء من الإشكاليات التي تواجه الموقف الدولي فيما يتعلق بصراع اليمن. على المستوى السياسي على سبيل المثال، لازالت الحرب في اليمن مندلع منذ أكثر من 5 سنوات. الآن المجتمع الدولي منذ تلك الفترة يتعاطى مع جماعة الحوثي كطرف في الصراع وطرف موازن لطرف الشرعية، وهنا الخطأ الكارثي الذي تقع به الأمم المتحدة. يجب أن يكون هناك تصور أممي واضح لمعالجة مسألة الصراع في اليمن. جماعة الحوثي هي طرف في الصراع لكنها ليست طرف يوازي طرف الشرعية. الآن الأمم المتحدة تريد أن تلعب دور الوسيط. دور الوسيط في الصراع اليمني يقوم على جوهرين أساسيين. الأول هو تحويل الاعتراف الأممي بالحكومة الشرعية في اليمن إلى نتيجة على الأمر الواقع، وبالتالي أي مفاوضات مع جماعة الحوثي في أي مسألة من مسائل الصراع اليمني يجب أن تستند على هذه الحقيقة التي للأسف تراجع الموقف الدولي عنها في حقيقة الأمر. الآن الحوثيون هم يشكلون خطر على الأقل فيما تعاملهم فيما يتعلق بقضية الناقلة. أيضا هناك مسألة أخرى، مسألة حظر السلاح على اليمن. على سبيل المثال هناك قرار صادر من مجلس الأمن الدولي يحظر تصدير الأسلحة إلى اليمن، لكن لا نرى أن هذا الأمر ينفذ على أرض الواقع. إمدادات الأسلحة للحوثيين سواء من إيران أو غيرها لا تزال تصل إلى اليمن من دون أن نشهد أي تحرك دولي، رغم أن هناك تفويض من مجلس الأمن الدولي لمنع وصول هذه الأسلحة. أيضا فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية على سبيل المثال، بعض المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة توقفت عن آلاف اليمنيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية فقط لأن الحوثيون لا يتعاونون مع هذه المساعدات. يجب أن لا تستسلم الأمم المتحدة إلى الابتزاز الذي تمارسه جماعة الحوثي في اليمن. عليها أن تواصل تقديم المساعدات وأن تفرض على الحوثيين رؤيتها لتقديم المساعدات. والأمر نفسه ينطبق الآن على قضية الناقلة صافر. على الأمم المتحدة أن تتعاطى مع هذا الأمر من منظور الكارثة المحتملة التي يمكن أن تشكلها هذه الناقلة، وأن تفرض على جماعة الحوثي أن تقبل بدخول الفنيين إلى الميناء وإصلاح الناقلة قبل أن سمح الله نصبح أمام كارثة لا يعرف إلا الله كيف ستكون تداعياتها وحجمها الكبير على اليمن. نعود مرة أخرى لضيفنا من القاهرة مدير فرع شركة النفط الأستاذ أنور العامري. أهلا بك أستاذ أنور. أهلا وسهلا أخي العزيز. ما هي فرص إنقاذ ناقلة صافر؟ هناك فرصة كبيرة لإنقاذ الناقلة، ولكن إذا تم الإسراع في ذلك، لأن الآن كما ذكر الأخ الزميل السابق في تقريره عندما تحدث عن تسرب المياه إلى أحد خطوط الأنابيب،
طبعا هذا التسرب في الأنبوب الذي يعمل على ربط صمام الطرد الخاص بالغلايات، وهو يعتبر أكبر الأنابيب حجما في دائرة خطوط المياه في البحر. يعني هذا مع تهالك السفينة يجعل مياه البحر تدخل إلى الصمامات مباشرة، وستمتلئ الأنابيب بالكامل بهذه المياه، ومع توقف الصيانة لسنوات سيجعل هذا كل السفينة أو الصمامات بالكامل متهالكة وقابلة أيضا ومهددة للغرق، لغرق السفينة بالكامل، وبالتالي تسرب الكمية اللي موجودة فيها بالكامل. الفرصة لا تزال مواتية حتى الآن، ولكن إذا تم الإسراع، أما إذا تمت المماطلة فأنا أعتقد بأن الكارثة كما ذكر أيضا في تقريركم السابق بأنها ستفوق مئات المرات ما حدث في مرفأ لبنان. طيب أعود للأستاذ محمود. أستاذ محمود، فيما يخص القضايا الإنسانية الدولية بالنظر إلى قضية صافر، هل يمكن أن نقول أننا أمام تمايز وتعامل بانتقائية؟ يعني أنا لا أريد أن أقول أننا أمام تعامل بانتقائية فيما يتعلق بالدور الأمم المتحدة في اليمن أو الدور الدولي الإنساني في اليمن. هناك مشكلة أساسية وأزمة إنسانية واضحة في اليمن، يجب على الأمم المتحدة أن تتولع والعالم أجمع أن يتعاطى مع المسألة اليمنية ليس كملف واحد، وأن لا يرهن دوره الإنساني في اليمن بالمسار السياسي. من الواضح أن المسار السياسي تشوب العديد من المشكلات، لازلنا في مرحلة متأخرة جدا للحديث عن تسوية سياسية في اليمن، وبالتالي الإخفاق الأممي والدولي في بلورة اتفاق لإنهاء الصراع في اليمن يجب أن لا يؤثر على الدور الدولي وعلى دور الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمسائل الإنسانية. الآن اليمنيون بحاجة ماسة إلى التفاتة من هذا العالم على الأقل للتخفيف من معاناتهم على كافة المستويات، معاناتهم على مستوى الأمن الغذائي، معاناتهم على مستوى صحتهم، معاناتهم الآن على مستوى مصدر رزقهم والبيئة فيما يتعلق بالخطر الذي تشكله الناقلة. وبالتالي أنا أجد بأن المجتمع الدولي أو عجز المجتمع الدولي في إحداث خرق في مسار التسوية السياسية في اليمن تبرز تداعياته بشكل واضح على الدور الدولي والأممي في مسألة المساعدات الإنسانية. يجب أن نفصل الأمرين، ويجب أن تمضي الأمم المتحدة في إيصال المساعدات إلى اليمن، إلى اليمنيين، إلى كافة اليمنيين في كافة مناطق الصراع، وأن تفرض على أطراف الصراع وأن تكون واضحة أي طرف سواء كان الحوثيون أو أي طرف آخر يعرقل مسألة دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين يجب أن يوضع تحت العقوبات الدولية، وإلا فإننا سنزيد من مأساة اليمنيين ومن المعاناة اليمنية في هذا الصراع. طيب أعود للأستاذ أنور. أستاذ أنور، فيما يخص دور الحكومة، ما الذي يمكن للحكومة فعله لمنع حدوث الكارثة وإنقاذ الموقف؟ الحكومة أخي العزيز لا تستطيع العمل أي شيء الآن، لأن ليس المنطقة التي المتواجد فيها خزان أو سفينة صافر ليست لا تخضع أو ليست يعني بقبضة الحكومة، وإنما للأسف تخضع لسيطرة الحوثيين. الحكومة لا تستطيع إلا مناشدة المجتمع الدولي بتعجيل عمل الصيانة، بإخضاع الحوثيين لهذه القبول بدخول الفريق الأممي حتى لعمل الفريق الفني، لعمل الدراسة الفنية التي يحتاج إليها السفينة للصيانة. الحكومة لا تستطيع الآن عمل أي شيء خاص، سواء كما ذكرته فقط البيانات التي تقوم بها ومطالبتها مجلس الأمن والأمم المتحدة بإخضاع الحوثيين فقط. أما تصرف لا تستطيع، هي ليس بيدها أصلا، المنطقة لا تخضع لسيطرتها. طيب الآن السفينة أو الناقلة هي خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. في السابق من كان يقوم بعملية الصيانة؟ هل هي كوادر يمنية، شركات موجودة في الداخل؟ هل يمكن لهذه الكوادر أن تقوم بالصيانة، أم هناك تعاون وعقود مع شركات خارجية ربما؟ كيف كان في السابق كانت تخضع صافر لشركة أمريكية، ولكن أصبحت شركة صافر شركة يمنية كاملة، يعني تم يمنتها بالكامل. الشركة صافر لديها كوادر، ولدينا كوادر يمنية مؤهلة بالكامل للقيام بعملية الصيانة الأولية التي كانت يعني تقوم بها بشكل يومي، كما يتم أيضا عمل الصيانة الآن الدورية للمنشأة صافر في مارب. ولكن الآن السفينة تعرضت لتهالك كبير، الخزانات ربما لا يمكن حتى أن يتم الآن صيانتها، وإنما يجب أن يتم استبدالها حاليا، لأنها بدأت الآن
هناك ثغرات كبيرة بدأت تحدث في هذه الخزانات بسبب التآكل، بسبب الصدأ، ربما لا تكون هناك جدوى أصلا للصيانة، لابد أن يتم استبدالها في بعض الخزانات. التصرف السريع يجب أن يدخل الفريق الفني لتحديد ماهية الصيانة التي تحتاج لها السفينة بأسرع وقت ممكن. هناك أخي العزيز الغاز الخامل، وهناك الكثير يتحدثون عن الغاز الخامل ولا يعرفون ما هو الغاز الخامل بالضبط. الغاز الخامل هو يعتبر نظام يتم الحصول عليه من عوادم الغليات التي في السفينة. هذا الغاز يعمل على بقاء هذا النفط الخام على يعني على ثبات خصائصه. حاليا مع توقف هذه الغليات سيتوقف الحصول على هذا الغاز الخامل، مما يحدث يعني حاليا توقف الصيانة. منذ يعني الانقلاب الخمس سنوات الآن فترة طويلة توقف الإصدار أو إنتاج هذا الغاز الخامل. هذا سيتسبب بحصول ترسب أكسجين كبير جدا حول النفط. الأكسجين هو أحد العوامل الأهم والأكبر التي تسبب دائما الانفجارات وتساعد على الاشتعال بشكل كبير جدا. الأكسجين، تجمع الأكسجين حول النفط الخام هو ما سيسرع من الانفجار في هذه السفينة، ولا بد أن يتم إعادة تشغيل الغلايات وإعادة الغاز الخامل. طيب أعود للأستاذ محمود. أستاذ محمود، انفجار بيروت كيف سينعكس؟ هل سيعجل من الاهتمام والمتابعة فيما يخص قضية ناقلة صافر؟ يعني بغض النظر عن موضوع ارتباط قضية الانفجار في بيروت على مع مسألة ناقلة صافر، لكن يعني أنا أعتقد أن الآن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك لتدارك هذه الكارثة المحتملة. وهذه الكارثة المحتملة بالمناسبة لا تشكل فقط خطر على موضوع الميناء الحديدة في اليمن وعلى البيئة البحرية بالنسبة لليمنيين، هي تشكل خطر بالنسبة للملاحة حتى في البحر الأحمر. وبالتالي وهناك أيضا مصالح لمختلف دول العالم في التحرك، ودول العالم التي لديها تواجد في البحر الأحمر أن تتحرك لتدارك هذه الكارثة. ما حصل في بيروت نعم يجب أن يشكل جرس إنذار بالنسبة للمجتمع الدولي، بالنسبة للأمم المتحدة، لكي تتحرك على وجه السرعة لمعالجة قضية الناقلة صافر والضغط على جماعة الحوثي للقبول بدخول فرق الصيانة إلى البناء، سواء لإصلاح الناقلة أو إفراغ حاملات النفط، كميات النفط منها. أنا لست خبيرا تقنيا لكي يتحدث عن موضوع كيف يمكن أن نعالج هذه المسألة، لكن لابد من تحرك دولي في حقيقة الأمر لكي نعالج هذه المسألة ونتدارك كارثة محتملة لا سمح الله ستزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني منذ خمس سنوات. ولا نرى أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وحتى العالم العربي يتعامل بجدية وبمسؤولية مع مأساة الشعب اليمني. أشكرك جزيلا الأستاذ محمود علوش الباحث المهتم بالشأن اليمني، كنت معنا من اسطنبول. أعود للأستاذ أنور. أستاذ أنور، ما هي آخر المعلومات حول مطالب جماعة الحوثي مقابل السماح للفريق الخبراء بالعمل الصيانة؟ طبعا جماعة الحوثي تريد مكاسب سياسية، في كل فترة يظهر هناك جديدة بالنسبة لها. هي تريد أولا أن يتم بيع النفط أو التزام من الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي بأن يتم إيراد أو توريد هذا المبلغ الخاص ببيع النفط الخام الموجود على السفينة، حسابها الخاص في البنك المركزي لديهم تحت سيطرتهم. أيضا يحاولون أيضا الضغط من وقت لآخر أيضا بالسماح بدخول سفن مشتقات النفط إلى ميناء الحديدة بدون دفع الإيرادات الحكومية للبنك المركزي في عدن. هناك مطالب كثيرة أيضا يحاولون الضغط، أيضا أنه يخافون هم، الخوف الأكبر بالنسبة لهم هو أن يتم إعادة المقاومة أو إعادة دخول المقاومة إلى الحديدة، مما يجعلهم تاركين هذه السفينة كقنبلة نووية أو قنبلة ذرية يعني لحمايتهم في حالة حصول أو دخول الجيش الوطني أو المقاومة إلى الحديدة لإعادة الحرب عليهم في الحديدة. سيقوموا بتفجير هذه السفينة وإنهاء كافة أشكال الحياة على الحديدة بالكامل.
للأسف يجب أن يتحرك المجتمع الدولي أخي العزيز، يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بسرعة فائقة لهذا الموضوع. أيضا لن يعني ليس لا يحدد فقط الملاحة الدولية، ولا يحدد فقط أيضا فقط السفن أو أيضا دخول السفن إلى المنشآت، إلى مثلا الموانئ أو عبور السفن من قناة السويس أو حتى ميناء باب المندب، وإنما سيهدد حتى الشعب المرجانية الموجودة، ويهدد وسيتسبب في اضطراب أنواع بحرية لا توجد في البحر الأحمر، مما يعني فقدانها إلى الأبد. وهذا يعني يعتبر جزء مهم من التراث الطبيعي الحي والثروة الجينية الهامة للعالم ككل وليس فقط لليمن، بالإضافة أيضا إلى تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية والبيئة الأخرى التي ستطال الشعاب المرجانية وأشجار المنجريف والقشريات والطيور. أيضا أخي العزيز ستكون يعني هناك أهمية بحرية أو بيئية في البحر الأحمر في بقاء شعابه المرجانية، وهي أمل العالم للصمود في وجه التأثيرات المحتملة للتغيير المناخي. هناك تأثيرات كبيرة لا يعيها أبدا الحوثيين، أو حتى أعتقد حتى المجتمع الدولي لا يعيها حتى الآن. وإذا صارت الكارثة سيجد هناك أكثر من كارثة، يعني عدة مجموعة من الكوارث مجتمعة في قنبلة واحدة أو في ستكون قيامة بيئية في البحر الأحمر. أشكرك جزيلا أنور العامري، مدير فرع شركة النفط في محافظة الحديدة، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. ومن الرياض ينضم إلينا المحلل السياسي محمد عمر مؤمن، أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك أستاذ محمد، تسمعني؟ حياك الله، أهلا يا صديقي. أهلا، بداية لو نتحدث عن الآثار المحتملة على الساحل الغربي في حال وقع الانفجار لا قدر الله لناقلة صافرة. أستاذ محمد هل تسمعني؟ إذا شكرا جزيلا لضيفنا من الرياض، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج، كل بخير.